تخيل كيف تكون حياتك لو كان لديك دخل سلبي الآن. ماذا لو كنت تكسب شهريا 100,000 أو 10,000 يورو خلاف دخلك الرئيسي؟ لكنت سافرت حول العالم، حصلت على تعليم عال ثان، أو ربما اشتريت منزلا جديدا لنفسك. في العالم المعاصر لا العمل الجيد ولا الشهادة المناسبة بدرجة امتياز لا تعد ضمان رفاهيتك المستقبل. وحتى الاستثمار بأنواعه سواء في مؤشرات البورصات أو النفط أو الأوراق العامة ليس كما هو في سابق عهده. حان الآن الوقت للعثور على أداة جديدة، واليوم لا بد من الحلول التي لا تلعب وفق قواعد اللعب الاعتيادية ولا تتأثر بالعوامل الخارجية. لدينا خبر سار لكم، فقد تم العثور على حل مناسب منذ فترة طويلة من الزمن، وفريقنا أنشأ بالحق مصدرا للدخل السلبي. نقدم لكم عملة تشفيرية ألتيما الفريدة من نوعها، وتقدم ألتيما للجميع إمكانيات كبيرة وآفاق واعدة للكسب في سوق العملات المشفرة. هذا هو الحل لهذا اليوم. مؤسسة المشروع أليكس راينهارت مستثمر مغامر ورائد أعمال متسلسل ومدرب دولي في شؤون الأعمال التجارية، ومن ضمن أفضل 10 شخصيات الذين ساهموا في تطوير صناعة التشفير وتكنولوجيا البلوكتشين، وذلك وفق تصنيف إحدى أبرز وكالات البزنس الدولية إنتربرينور الأمريكية. يشارك أليكس في المؤتمرات والندوات والأحداث والفعاليات الكبرى بشكل مفتوح التي تحتضن آلاف الجماهير حول العالم، حيث يتكلم عن إمكانيات المشروع ألتيما واستراتيجية تطوير المشروع في المستقبل. ألتيما هي عملة رقمية واعدة قائمة على تكنولوجيا بلوكتشين، ومهمتها هي تيسير استخدام المعاملات المشفرة لعامة الناس. المستخدم هو الملك الوحيد للعملات خاصته، من مطلق الحرية له لتوليدها، صرفها، تحويلها، الاحتفاظ بها وتوريثها، والقيام بغيرها من المعاملات ذات الصلة بسرعة وأمان وبعمولة رمزية. ألتيما تتمحور حول تحويلات فورية لأي مكان في العالم بدون أي وسيط، خدمة تعمل 24 ساعة في اليوم، منظومة محمية ومؤمنة، استخدام دون الكشف عن الهوية، وإمكانية تحويل الألتيما إلى أحدى العملات التقليدية وغيرها من العملات المشفرة بنقرة زر واحد. وهي مصممة لخدمة عامة الناس مع بنية تحتية قوية متطورة ومجتمع هائل من 120 دولة. تطور البنية التحتية للمشروع على المستوى العالمي والحرية المطلقة في استبدال العملات ألتيما تجعل منها عملة مربحة يمكن التنبؤ بالعوامل المؤثر عليها، وقابلة وملائمة للاستخدام اليومي في مختلف مجالات الحياة بالأخص في البزنس. تتحول اليوم ألتيما إلى أداة فريدة للاستثمار الابتكاري في المشاريع المختلفة، بدءا من التبرعات وحتى الإدارة الدولية للمشاريع التجارية. اليوم تتحول ألتيما إلى أداة فريدة للاستثمار، وهكذا تخطو بخطى واثقة لتكون أفضل عملة من نوعها وضمن أبرز العملات المشفرة حول العالم. حقا تثبت ألتيما جدارتها بصفة إحدى الأصول الواعدة في حافظة العملات المشفرة. هدف ألتيما هو أن يتمكن الجميع من استخدام العملة الرقمية بسهولة، ولا يقتصر الأمر على شراء أي شيء وفي أي مكان مقابل ألتيما، بل يمكنك أيضا إنتاجها بنفسك باستخدام أدوات بسيطة جدا. المجمع المفوض للسيولة هي الطريقة الأسهل والأمثل والأكثر ربحية للحصول على ألتيما. هي طريقة لا مركزية تماما وتدار من خلال البلوكتشين. يملأ المستخدمون أنفسهم المجمعة من خلال شراء منتج ما، فهم يبرمون عقدا ذكيا خاصا، وبموجب شروط هذا العقد مقابل مال المجمع بالسيولة سنتمكنون من الحصول على مكافأة يومية تدفع مدى الحياة. تعمل تقنية البلوكتشين على إصدار مكافأة عند الطلب، يمكنك أن تطلب كل يوم أو يمكن أن تأتي بشكل أقل وتستلم المبلغ المتراكم. يمكن التصرف في توكنز ألتيما التي تحصل عليها كمكافأة وفقا لتقديرك الشخصي، إما البيع أو الربح من خلال الصرف أو شراء منتجات النظام البيئي الجديدة أو زيادة الأرباح عن طريق شراء تراخيص. لقد اختار ألتيما بالفعل أكثر من 3 ملايين شخص من جميع أنحاء العالم. انضم إلينا الآن وكن في فريقنا. شكرا، مع السلامة.